Автотрасса очищена от боевиков, но бандиты периодически обстреливают ее из минометов и совершают вылазки к ней в ее северной части. Командованием принято решение произвести очистку от боевиков кварталов, прилегающих к трассе, на большую глубину. Выдвигаемся к месту боя. В недолгие минуты отдыха солдаты поддерживают друг друга песнями. شهيد الوطن بوضو بشرف روس حكام العراق والله يا بشر اجمع جنودك يا بشر اجمع جنودك والمهم لا تجمع غير خيرتهم والمهم وقتها اعتب عليهم والمهم إذ ما بيضوا جناح الغرام الله سوريا بشار وبس الله سوريا بشار وبس الله سوريا بشار وبس بشار وبس بالروح بالدم نبنيك يا بشار بالروح بالدم نبنيك يا بشار قدرنا بيحرفنا ومضينا السود وغابنا أرض العراق قل من نسل الدمع من عينيه وماهر لأني بالعشق شاطر وماهر ولو حماك الله بشار وماهر سود الرب من أعلى الرتاب نادوني عالشهادي نادوني نادوني يا ابو حافظ فيدك دمي وعيوني نادوني عالشهادي نادوني يا ابو حافظ فيدك دمي وعيوني عشوني بورد الجوري أيوة حرس الجمهوري عشوني بورد الجوري أيوة حرس الجمهوري لفوني بعلم السوري لفوني بعلم السوري يا دنيا في غوري يا دنيا في غوري عم بدعي لغلى الغوالي الله يرحمك بسهر طول الليالي عم بدعي لغلى الغوالي يا الله تحمي لاخواتي شاهر وعبد وعالي شاهر وعبد وعالي نادوني نادوني عالشهادي نادوني 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 عالشهادي نادوني
ندوني يا ابو حافظ دمي وعيوني دق دمي وعيوني Командир роты ставит общие задачи, затем командиры взводов уточняют их для каждого танка. Командир дает последнее указание. Через несколько минут атаки. مثل ما خبرتك سائق سائق دائما بيحمي الدباغي يحاول يحمي جسم الدباغي وهذا جنبه بعض وبدي اشوف المقاعد راح القائد دبل ثاني جايين وعلى السهل رئيس باب الدبل صح؟ القائد دبل في بريج يمين يسار خلف ليش ليش الدباغي حسين وراها صلى شيء ضربه 19 كذا البيت بيت شيء شو البيت فين مثبت بدي معه دبل كافي ديب وعلي علي عشان كلال مسكوا منظار كان يقول الانزال كله هاي مقلك ياها دخل خالد من ورا تابعت انت في المفرق بيجيك مفرق على يسارها تبع البنايتين ورا بعض الكبار بيجيك هون الطريق العريض وخصوص هذا انت تعرف هيك انه شو طبعا على تقاطع الطرق هون على المفرق في بيوت عربيه هلا في بيوت عربيه من هون بيجوز تشوف البيوت العربيه والبنايه الكبيره هي مبين عليك احمي نفسك ماني ما اطلب منك انت تضل بالشارع معرض بخطر بس مبلشت ترجع الاليات العربات البي ام بي ترمي قذيفه بتغطيهم بغبرتها بتكون قطعت العالم يا حسين هيك هيك فيك بس حسين انت شيء دغري ها فت عليه انتبه خلص بدي اشتغل يا اخي هاي طيب طلعنا هيك قص هاي اول مفرق تقاطع طلع هاي الارض الفضاء هاي السيارات هاي دبابه حسن حمود بيجيك قبل المفرق مجموعه سلاح للاعلى سلاح للارض سلاح للطبول سلاح لكذا بده يتوزع وباقصى سرعه باقصى سرعه بدك تدخل وبقوه النار والحركه الله يرضى عليكم يا شباب ما بدنا نخسر واحد ما بدنا نخسر واحد ترى بدهم ياكلوا ضربه العمر باذن الله الدبابات رح تضلها ترمي لك يعني من وقت بتفوت لنهايتها انا بيهمني رقم واحد اني احتل البناء اخذت البناء قلتلي انا اخذت هذا البناء فورا حطيت حرس على الباب عسكري فورا طلق هيك عسكري شال الضغطة عم بطراب بالقياس عمل طلاقيات هذا الحكي لازم ما ياخذ معك اكثر من ربع ساعة رفيق انا محكي لك انا وانت الضابط والعسكري كلياتنا اسمها مقاتل يعني انا ما بدي اقعد اتفرج عليك بدي احمي حالي رقم واحد وبدي اقتل المسلح وبدنا نرفع العلم السوري على كل بناء موجود الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم ما بدي اخسر واحد نقاينكم العمل اللي عملتوه عمل بطولي ولا واحد الجيش العربي السوري في يوم العمل لذلك الاتكال على الله خلي قاعد صلي مع حالك شوي اللي حكيت لك اياه سابقا اللي بقلبك وقليلة المي بتحطها ما بتشرب لا تشرب الاكل خبيه معك اذا كان عمليه ناجحه 100% ناجحه دبابات رايحه جايه سريعه على الطريق باذن الله من تسليم يا رب من يطلع ثلاث ايام هلا
هلا حسين ما زلنا صار جمال سلام. شو ما في بنروح قدامنا يرضيك يا بشار. تهديك يا بشار الروح بالدم، تهديك يا بشار الروح بالدم، تهديك يا بشار الروح بالدم، تهديك يا بشار. Десант и экипажи боевых машин занимают свои места и ждут команды вперед. Машины выстраиваются в боевые порядки. Это штурмовая группа для высадки десанта. Другая группа танков и артиллерия обеспечит огневую поддержку. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.